مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، استقبل فريق أمل بوسعادة فريق شبيبة سكيدة المدعم بجماهيره التي تنقلت إلى بوسعادة وصنعت الفرجة في المدرجات. أمل بوسعادة وكالعادة دخل اللقاء بدون مقدمات وراح من الوهلة الأولى يبحث عن فتح باب التسجيل حتى تسهل المباراة، لكنه اصطدم بالحارس خلفه الذي كان في يومه وكد الدفاع بقيادة صاحب الخبرة نيلي. لهذا حاول أبناء بوغرا استغلال الكرات الثابتة بعدما سدت الممرات، لكن بدون جدوى، خاصة عن طريق طبال الذي أقلق سكيكديا كثيرا في الشوط الأول. الشوط الثاني، وبعدما كنا ننتظر فتح باب التسجيل من طرف الأمل، وفي هجمة معاكسة في الدقيقة 55 تصل الكرة إلى بولنصور وبتسديدة محكمة يخادع الحارس مزيان. وبعدما كنا ننتظر ردا أكثر من الأمل لتعديل النتيجة، جاء ما لم يكن في الحسبان. أحسن لاعب من شبيبة سكيكدا بولنصور هذه المرة كموزع يتوغل على الجهة اليسرى يقدم كرة على طبق لحامية محمد الأمين. هذا الأخير لم يتوانى في إمضاء الهدف الثاني، كان ذلك في الدقيقة 65. لنشهد بعدها مد بوسعادي مدعوم بجماهيره الوفية، وهو ما كان في الدقيقة الأخيرة عندما اكتسب الحاكم زواوي ضربة جزاء لبلغرب. يتولى تنفيذها بنفسه مقلصا النتيجة، لكن هذا التقليص جاء في نهاية المباراة التي استسلم فيها أمل بوسعادة لواقعية شبيبة سكيكتا التي عادت بالزاد كاملا، فيما تكبد أمل بوسعادة الهزيمة الثانية على التوالي والأولى داخل الديار.